بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، ضيوف مصر الأعزاء، الحضور الكريم، أستهل كلمتي إليكم بالتعبير عن عظيم امتناني بخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة في الشكل والمضمون، والتي عبرت بوضوح عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة وكافة المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من كل العالم. ولقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم. ولعل هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى قد أوجدت لنا آفاقا جديدة تلهمنا أفكارا وسبلا مستحدثة نحو عالم أفضل. وقد فرض الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا نفسه على أجندة المنتدى في ظل تساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية.